ميركاتو صفقة للمستقبل وحل لغز المهاجم، لاعب إضافة كبيرة للنادي الأهلي ومهاجم زي ما قال الكتاب. السلام عليكم. اللاعب اللي قدامك ده اسمه فرناندو غوري، واحد من أفضل المواهب الشابة في الساحل العاج، لاعب مقدم مستوى تدريجي هايل في أوروبا وأحد أفضل مهاجمين الدوري المجري. اللاعب ده هو الحل، اللاعب ده يقدر يضيف كتير للنادي الأهلي. بس قبل ما نتكلم عن مميزاته وإزاي اللاعب ده يقدر يضيف للنادي الأهلي، تعال اعرفك بعض التفاصيل عنه. اولا كده، فرناندو غوري مواليد 2002، يعني عنده 21 سنه في الوقت الحالي، طوله 1.89 سنتي، ما شاء الله مهاجم طويل ودي حاجه ممتازه. مركزه في الملعب مهاجم صريح، وقيمته التسويقيه 350 ألف يورو. غوري بدا مسيرته في الدوري الايفواري، تحديدا مع نادي اسمه دينجولي. بدا مسيرته هناك من قطاعات الناشئين، ثم تصعد في موسم 2018-2019، وبعد تصعيده قدم مستوى هايل، وكان الجميع شايف انه لاعب عنده مستقبل كبير ويستاهل يلعب في اوروبا، علشان بعد تألقه يجيله عرض من الدوري البلجيكي، تحديدا الى نادي وسترلو، وبالفعل ينتقل الى النادي اللي كان بيلعب في دوري الدرجة الثانية وقتها. لعب معهم في موسم 21-22، لعب 15 مباراة ولكن بمعدل دقايق ضئيل جدا، لانه لعب 153 دقيقة فقط، يعني تقريبا ما لعبش ماتشين كاملين، وقدر يسجل خلالهم هدف، علشان بعد نهاية الموسم اللاعب يرحل على سبيل الإعارة الى نادي في الدوري المجري، وده طبعا علشان فرصة مشاركة اللاعب كانت صعبة جدا. وبالفعل انضم الى الدوري المجري من بوابة نادي أوجابيست، لعب معاهم من خلال الموسم ده موسم 22-23 27 مباراة بمعدل دقائق لعب 1731 دقيقة، يعني تقريبا لعب 19 مباراة، وقدر يسجل خلالهم 11 هدف وصنع هدفين، وكان هداف الفريق وقتها، وقدم موسم جيد بعد لما خد دقائق لعب كويسة، واكد للجميع انه فعلا صفقة ممتازة ويقدر يقدم مستويات افضل من كده بكتير في المواسم القادمة. على المستوى الدولي، فرناندو بيلعب مع المنتخب الايفواري تحت 23 سنة، وهيكون متواجد في بطولة امم افريقيا الحالية، واعتقد انه هيكون محل انظار اندية كتير، اتمنى يكون النادي الاهلي واحد منهم، لانه فعلا لاعب يقدر يمثل اضافة كبيرة للنادي الاهلي. تعال ننتقل دلوقتي لابرز مميزات اللاعب. اولا كده، هو لاعب ممتاز في لعب الضربات الرأسية، وقدر يسجل اهداف كتير زي اللي انت شايفها دي من ضربات رأسية. لاعب فعلا عنده نسبة توجيه واتقان هايل، وعنده قوة ودقة ممتازة، كمان مسدد هايل على المرمى برجله الاتنين، ولكن نسبة الاتقان اكتر في رجله اليمين. دفع اللي انا بقوله لك ان رغم انه طوله 1.89 سنتي، ولكن الدريبل بتاعه جيد والكنترول بتاعه على الكرة كويس، يعني مش اللاعب اللي بيجري بالكرة وتطول منه او مش عارف يتحكم فيها، لا، هو لاعب كورته كويسة ولكنه مش السوبر يعني. بس اللي انا عاوز اوصله لك ان اللاعب ده مختلف عن لعيبة كتير بنفس الطول في الدريبل والكنترول بتاعه. كمان هو لاعب قوي بدنيا وجسديا ممتاز، بالاضافة انه يقدر يلعب خارج منطقة الجزاء بشكل جيد، ويقدر يعمل الباص الامامي او حتى يعمل الربط مع اللاعب اللي جنبه او حتى يسدد. وداخل منطقة الجزاء لاعب شرس وفعلا مهاجم هجام، بيطلع ويخبط، ولاعب بيقدر يستغل الفرص بشكل جيد، يعني يقدر يفيدك في اكتر من طريقة لعب واكتر من دور في الملعب. في الوقت الحالي اللاعب هيرجع مرة تانية الى نادي وسترلو البلجيكي، ولكن العقبة هي لان متواجد في النادي ده 4 مهاجمين في نفس المركز، وده اللي هيخليه بنسبة كبيرة يطلع مرة تانية سواء اعارة او حتى بيع. ودي فرصة النادي الاهلي، النادي اللي رايح كاس العالم للاندية، والنادي اللي داخل بطولات كتير في الموسم الجديد، وعنده مغريات كبيرة جدا تقدر تقنع بيها اللاعب. عندك اسم النادي الكبير، وعندك القدرة المالية والبطولات اللي هتلعب فيه. وانا شايف انها صفقة مش سهل انها تتم، لانه لاعب صغير، لاعب طالع من افريقيا عايز يعمل حاجة في اوروبا، وفي نفس الوقت اخر موسم ليه مقدم ارقام جيدة. ولكن صدقني اذا الاهلي اصر انه يضم اللاعب هيقدر يعمل كده، ولكن نبعد عن طريق الزوم ده تماما، لازم تقعد مع اللاعب وتحاول تقنعه، لان لما تتكلم وجه لوجه بيبقى افضل بكتير. ودور انتهى لحد هنا، ودلوقتي جه دورك. اتمنى تعمل لايك وشير لو انت شايف ان اللاعب ده يقدر يضيف للنادي الاهلي، علشان الحلقة توصل للادارة ويتم التفاوض مع اللاعب للانضمام في الميركاتو الحالي. واكيد محتاج اسمع رايك في الكومنتات، وتقول لي هل اللاعب ده يقدر يقدم اضافة للنادي الاهلي ولا انت شايف ايه. واتمنى قبل ما تقفل الحلقة يا ريت توحد الله لا اله الا الله، وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، واعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، وفعل
وفعل زر الجرس علشان يجيلك تنبيه بكل الحلقات الجديدة. وكان معكم أخوكم طوفان أهلاوي، نتقابل في حلقة جديدة إن شاء الله. سلام.